أهلا بكم من جديد. تبوأت المرأة في مصر مكانة بارزة عبر التاريخ، وسبقت مصر الحضارات بأكملها في تولي المرأة للمناصب المرموقة، حتى أصبحت شريكة للرجل في كل المناصب. ولا شك أن اهتمام القيادة السياسية العليا حاليا بالمرأة ومساندته لها للحصول على كافة حقوقها كما ينبغي أن تكون، جعلت المرأة سندا قويا لبناء البيت الكبير مصر. ولا شك أن حصول المرأة على 25% من مقاعد البرلمان يعد إنجازا تاريخيا كبيرا في حصول المرأة على حق الترشح من بدايتها من 1956، واللي أسفر عن نائبتين فقط هما راوية عطية وأمينة شكري، وما بين طبعا زيادة في المقاعد وصل لستة بعدها بخمس سنين، وقعد ينقص طبعا في عدد إخوان احنا كنا ضايعين خالص. لكن بات من المؤكد أن المرأة حاليا انتصرت لحقوقها وحصلت على أكبر نسبة تمثيل لها في البرلمان. والسؤال هو يا ترى إيه المنتظر بقى من المرأة في البرلمان القادم، خاصة بعد أن أولاها المجتمع كل هذه الثقة؟ ولسه ده سؤال بطرحه على ضيفتي النائبة مرسى محروس عضو مجلس النواب. أهلا بيكي ومنورانا. أهلا بيكي. أهلا بيكي. ده يعني تحيز جامد جامد جدا للمرأة، وبعدين احنا في 2017 الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل يعني عام كامل للمرأة، وده كان الحقيقة ثقة كبيرة جدا فينا، واحنا كان عندنا حماس ان احنا نحسس القيادة السياسية العليا ان احنا فعلا قد هذه الثقة. المرأة في البرلمان القادم هتعمل ايه؟ اولا يعني كل سنه وحضرتك طيبه وكل الساده المشاهدين طيبين بمناسبه بدايات راس السنه الجديده، وان شاء الله يكون عام موفق على كل الشعب المصري وخاصه المراه المصريه. ان شاء الله. سؤال حضرتك بالنسبه للمراه المصريه في البرلمان القادم، هو الحقيقه رحله البرلمان زي ما حضرتك قلتي كده في البدايه بدات من سنين كثيره جدا، من تقريبا عام 75 بتولي نائبتين اللي حضرتك ذكرتيهم. توالت بقى الرحلة دي 56 تمام. توالت الرحلة دي من وجود اثنين نائبات لحد ما وصلنا النهاردة بكلم حضرتك على 148 نائبة. مفيش شك ان احنا الطفرة الكبيرة ما بين الرقمين دول بينها رحلة كبيرة جدا. الرحلة دي ما كانتش مفروشة بالورود ابدا طبعاً. يعني يعني لو هنتكلم بس عن شوكة واحدة بس كده ونقعد يعني نتكلم عنها باستفاضة، شوكة 2012 اللي مثلت لمصر، كانت مصر كانت ساعتها المركز الاول في عام تراجع المرأة المصرية عن المشاركة، سواء المشاركة السياسية أو المشاركة عموما. كان استبدال صورة المرأة بوردة بالظبط كده. فاكرة؟ وإنك تبقي في الانتخابات بوردة، يعني كانت مهزلة كبيرة. كنا البرلمان اللي قبلها بنتكلم في 65 مقعد برلماني، في 2012 كنا حوالي 11 مقعد برلماني. يعني صدمة كبيرة جدا بتحطم كل أمال المرأة المصرية من كل الإنجازات، بداية من وجود اثنين من النائبات لحد ما وصلنا لهذا العدد. لكن الحقيقة سرعان ما بعد ما أزيلت الغمة عن مصر وتم يعني رحيل الإخوان وإسقاطهم، بدأت المرأة المصرية تستشم أنفسها من جديد، تعاود رحلتها في الكفاح مرة أخرى، وكأنها وجدت أمام نفسها الأمل بعد أن تحطم أحلامها وتحطمت كل طموحاتها في عصر تمكين جديد. ولكن جاء الأمل ده ممزوج ب عايزة أقول إيه، يعني ممزوج ب نعمة ربنا أعطاها للمرأة المصرية، وهو وجود قيادة سياسية مؤمنة. خليني أقول لحضرتك إن الرحلة لو وجدت رحلة فيها نسبة من الاجتهاد هنقول إن يبقى فيها نجاح، ولكن إذا وجد من آمن بهذا الاجتهاد سيكلل هذا النجاح، وستحصد المرأة المصرية كثير من طموحها. وهذا ما حدث، وخاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان عنده إيمان شديد جدا بفكرة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واللي فيها كان بيحقق أهداف كبيرة جدا لعصر التمكين. فكرة المساواة وفكرة تمكين المرأة والشباب كانت من أهم الأهداف الموجودة في التنمية المستدامة 2030، واللي الاستراتيجية المصرية كانت حريصة كل الحرص على أنها تحققها من خلال أدوات كتيرة جدا، من خلال دستور تم تعديله بشكل ضمن للمرأة في حوالي 20 بند من بنوده، وهو دستور 2014، أنه يضمن كل الحقوق اللي بتناسب المرأة والطفل. وجدنا تشريعات جديدة ظهرت على المنصة بعد ما كنا بنتكلم في 2012 عن
التمثيل للدستور ما فيهوش غير بند واحد وهي الماده 10 اللي بتتكلم عن المراه. وجدنا في دستور 2014 20 ماده بتتكلم عن المراه، ما بين حمايتها وانها تعيش حياه امنه، ما بين مشاركتها واحقيتها في تولي مناصب عليا في الدوله، ما بين احقيه انها يعني تمارس الحياه بشكل طبيعي، ما بين تمكينها الاقتصادي. وحضرتك عارفه ان المراه المعيله في مصر نسبتها كبيره جدا، فكون ان انا اطرح هذه الرؤى للتمكين الاقتصادي فده دعم كبير جدا للمراه. احنا نفذنا في الفتره اللي فاتت حوالي 330 الف دعم للمراه في من خلال مشروعات صغيره ومشروعات وقروض مشروعات صغيره ومشروعات متناهيه الصغر، وكلهم كل النسبه تقريبا 99% تم تسديد هذه القروض بنسبه عاليه جدا، وده مؤشر لنجاح هذه المشروعات. إذن المرأة المعيلة كانت في احتياج لمن يمكنها، وكانت قادرة على تلبية هذا الاحتياج وإنه يكون نتاجه نتاج نجاح. فيعني عايزة أقول فكرة إن تمكين المرأة مش بس تمكين على المستوى السياسي فقط، ولكن عندنا أدوات كتيرة جدا اتمكنت منها المرأة. عندنا بنتكلم عن 66 قضية في مصر، بنتكلم عن مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة، بنتكلم عن مناصب لم تكن موجودة باسم المرأة المصرية، بنتكلم عن 31% من نسبة التمثيل الوزاري باسم المرأة، بنتكلم على نواب محافظين، بنتكلم على محافظتين وكانت أحدهما في بداية 2017 بالتوازي أو بالتزامن مع عام المرأة المصرية، ولها بعد كده محافظة دمياط في 2018. يعني أنت مكتفية ولا إيه بدأ؟ لا أنا مش مكتفية، أنا بقول لحضرتك بداية الرحلة، خلينا نكون بنسجل مع السادة المشاهدين بداية الرحلة، لأن الحلقة الجاية إن شاء الله لما يكون ربنا يدينا عمر سواء معايا أو أي نائبة تانية أتيح لها التمكين ستتغير هذه الأرقام. لا احنا في أكتر توقيت يعني نطلب مين قدنا بقى بالظبط كده. يعني مصر وربنا يخلي رئيسي يعني استطاعت من خلال هذا العصر إن هي تحقق كثير من الإنجازات اللي أنا أتوقع بشكل شخصي وجود المزيد ليها، مش بس لإيمان القيادة السياسية بعصر التمكين، لكن لأن دايما المرأة كانت قد التحدي ده، قد إن هي تثبت إنها قادرة على المزيد من النجاحات، قادرة على المزيد من الإنجازات، قادرة على المزيد من العمل بجوار الدولة المصرية. خليني أقول لحضرتك أني أنا بشوف أن المرأة المصرية هي مش بس فكرة تمكين، أنا بشوف أنها تمكين لوتد الدولة المصرية. هي الحقيقة أن المرأة المصرية هي الوتد الأساسي للدولة، هي الأسرة، هي الأم، هي الأخت، هي المربية للشباب اللي احنا بنسعى أن هم يكونوا هم أمل المستقبل بعد كده، هي كل حاجة. فهي الوتد اللي موجود في كل كيان من أزرع الدولة، فبالتالي التمكين ليها هو تمكين او بمثابه تمكين موازي لنجاحات اكبر للدوله. هو النجاح الحقيقي الابتسامه اللي انا شايفاها على وشك، لان من كام سنه كان دايما المراه في البرلمان علشان الانتصار لحقوق يعني او مكتسبات المراه فيما يخص الشؤون الشخصيه اللي هي الاحوال الشخصيه وما الى ذلك، انما ان تتحدثي بهذه الطلاقه وتتحدثي عن حقوق اكتسبتها المراه وتكوني مبتسمه وسعيده، ده معناه ان احساسنا بالثقه والثقة. وكمان ان احنا على فكره الثقه دي بتتنقل لابنائنا، يعني يعني بتخلينا ان احنا فخورين والبلد بتدينا فاحنا لازم نديها، فاحساسك بان انت جزء من هذا الكيان العظيم وبناء البيت الكبير اللي هو مصر، وده يمكن ترجم في ان دايما المراه بتكون سباقه في الانتخابات التشريعيه، انتخابات الرئاسه. ده اللي بيخلينا اسالك واحنا داخلين على برلمان قادم، ايه التشريعات اللي هتكون على أولوياتكم؟ قبل ما أجاوبك على موضوع التشريعات عايزة أعلق على الحتة الحلوة اللي حضرتك أضفتيها في البداية، إيماننا وثقتنا اللي بيتنقل لأولادنا. امبارح كنا في جولة في الأسمرات في لقاء مع بنات الأسمرات من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. اللقاء ده دام يعني ما بيننا كان كلهم في سن إعدادي لثانوي وكلهم بنات. أثناء حديثنا معاهم وأثناء ما كنا بنفهمهم يعني إيه برلمان ويعني إيه تمكين مرأة وإيه القوانين اللي إحنا ممكن نحاول إن إحنا ننفذها علشان نضمن مستقبل ليكوا أحسن، لقيت إن البنات من خلال نقاشاتهم عندهم رؤية وأحلام في المستقبل جابوها من الثقة اللي حضرتك بتقولي عليها. لما تجيلي كل البنات وعايزين اللي عايزة تبقى ظابطة واللي عايزة تبقى مدرسة في مكان واللي عايزة تبقى
مهندسه ميكانيكيه، واللي عايزه تبقى طياره، واللي عايزه تبقى مستشاره، واللي عايزه مناصب ما كناش نحلم ان او اطفالنا زمان كانوا بيقولوها. مناصب المناصب دي هم سمعوها منين وعرفوها منين وعرفوا اهميتها منين؟ من الثقه اللي اتزرعت ليهم من خلال رؤيتهم العامه. وانا بتكلم عن حي الاسمرات، يعني فئه قد تكون من مناطق اكثر عشوائيه. فانك توصلي ده للجيل دوت، وان الثقه دي تتنقل للجيل ده، ده منتهى النجاح. ده بعد كده انا لما يكون عندي بنت في السن ده مؤمنه انها تقدر تعمل حاجه، رسالتها هتكون اسهل. اسهل بالظبط. بالظبط. ده الانتماء. وده الانتماء، ده اللي هيحقق لي بعد كده الانتماء. يعني كنا الاول يقول لك ايه، يعني انا اتقالت لي كتير مش هتلاقي نفسك هنا، سافري بره. يعني دلوقتي ده ما بيتقالش خالص. صحيح. الحمد لله. يعني صحيح. الانتماء في الوطن، وانك تكون موجوده في بلدك، وان بلدك بتديكي وبتشجع الكفاءات، ده الحقيقه بقى متواجد ومهم جدا. الحمد لله. وده من خلال ترسيخ مبدا المواطنه. إذا حققتي المواطنة بمفهومها السليم والحقيقي في البلد، حصدتي انتماء لا نهاية له من كل الفئات. وإذا قدرتي توصلي الانتماء دول لأطفال في المستوى ده، أنت ضمنتي بعد كده دولة وطنية قوية. لأن يعني في مقولة كده تقول لك إيه، أعطوني أطفال العالم وأنا أصنع بهم ما أريد، وأنا أصنع بهم عالم كما أريد. فإذا وصلتي الانتماء دول لأطفال في السن ده، الأطفال دي خدي بالك مش بس أطفال، هم هيبقوا شباب وهيبقوا أمهات المستقبل. يعني هيزرعوا اللي خدوه بعد كده. فأنت في النهاية بتوصلي تمكين لكل مفاصل الدولة، مش بس للمرأة ولا للشابة، لا، أنت خلاص زرعتي في مستوى الأسرة المصرية ككل. يعني طيب التشريعات القادمة بقى. احنا عندنا ملفات كتيره. انا هتكلم بشكل شخصي عن الكيان اللي انا بمثله، هو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. احنا الحمد لله عندنا 14 سيده من التنسيقيه في مجلس النواب من مجمل 148، وفي انتظار 5% التعيينات علشان العدد او التكليل يبقى اعلى. عندنا كتير من الملفات، كل على حده على حسب تخصصاته، ولكن كلنا او كلنا يشغلنا بقى فكره المراه وحقوق المراه. مش هحصر فكره التشريعات، فكره الاحوال الشخصيه، لان ده باب طبعا مهم، وهيبقى لنا ليه دور كبير. ولكن اهم الحاجات اللي احنا بنطرحها هي التمكين الاقتصادي للمراه ومزيد من التمكين. يمكن انا مركزه على فكره التمكين الاقتصادي للمراه، لاني انا عندي المراه المصريه بتمثل مشاركه 23.5 من هامش النشاط بشكل عام في اقتصاد الدولة المصرية. فأنا قدامي نسبة لا يمكن الاستهانة بها. فإن أنا أعول على هذه النسبة، وإن أنا أزيد من احتياجات هذه النسبة، وإن أنا أدعم هذه النسبة لتحقيق مزيد من الاكتسابات، ده مش بس هيكون عائد شخصي ليها هي كمرأة مصرية، ولكن هيصب عندي في مجمل نهاية النشاط الاقتصادي المصري، وخاصة في التحديات اللي بتواجهها مصر هذه الفترة على المستوى الاقتصادي والعالم أجمع، مش بس مصر. ولكن إذا وجد عندي منفذ يمكن إن أنا أستجيب له لتحقيق مزيد من الدعم، فساعتها من الحكمة إن إحنا نقدر نكبر ده. ده ممكن يبقى من خلال تحقيق مشاريع أكتر للمرأة المصرية، إن إحنا نركز أكتر على المشروعات الأكثر، يعني مش متناهية الصغر لكن الأكثر من كده. عندي كتير من السيدات في المجتمع المصري لديهم حرف وأعمال يدوية كبيرة جدا، لكن شغالين على مستوى فردي. فكرة إن أنا أجمع ده تحت طاولة أكثر كبر لمزيد من الإنتاج، ده ممكن يساهم في دعم أسر مصرية كتير، وخاصة الاهتمام بالمرأة المعيلة. وأنا لازلت مهتمة جدا جدا بهذا الملف، لأن الحقيقة إن المرأة المصرية والمرأة المعيلة بشكل خاص نسبة كبيرة جدا لا يمكن الاستهانة بها. وهذه المرأة لا تحتاج فقط إلى أنها تعيش في أمان، وده على مستوى الدعم النفسي أو الحماية الآمنة، ولكنها لديها مزيد من الاحتياجات. إذا كانت المرأة المعيلة لم تجد لديها منفذ لتعيش منه بشكل يعني في حياة كريمة لها ولأسرتها، ستحصدي كثير من المشاكل، ستحصدي كمان أسرة مفككة، ستحصدي بعدها أطفال غير قادرين على التحصيل الدراسي وما إلى ذلك من مشاكل. فأهم الملفات أو التشريعات اللي أنا يعني هتكون مركز تبني بالنسبة لي هي تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، أضيف إليها فكرة العنف.
الحقيقة احنا شوطنا شوط كبير جدا 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 من موضوع العنف وتجريم العنف ضد المرأة، سواء على مستوى الختان او على مستوى العنف الجسدي والجنسي اللي بتقابله او على التحرش، ولكن لازال امامنا الكثير من الثغرات التي يمكن يعني ان ناخذها في حلقه بعد كده مستفيضه للحديث عنها. انت حجزتي كام حلقه لغايه دلوقتي؟ انا كده حاجزه 2 والحديث عنها بقى بشكل دقيق، لان الموضوع كبير وفي ثغرات قانونيه ممكن الجاني يخرج منها من خلال هذا القانون يعني البعض يعتبره ناقص، ولكن محتاج إلى نظرة أكثر شمولية وأكثر كمالا حتى لا يكون هناك مفر، لأن إن إحنا نقعد نتكلم عن في هذا العصر من التمكين عن وجود عنف لهذه عنف جسدي للمرأة بكل هذه الانتهاكات، اعتقد كده انا في قمه التناقض. فما فيش يعني وقت زي ما حضرتك بتقولي كده نقدر نستغله لاكساب كثير من المميزات للمراه المصريه والحفاظ على حقوقها باكثر من كده غير هذا الوقت، وخاصه انا عندي دستور انص على 20 بند بيكفل كل الحقوق للمراه سواء على المستوى السياسي والمدني وعلى المستوى الحمايه العامه، فانا لدي منافذ دستوريه وقانونيه واليات تشريعيه بتساعد على تحقيق هذه الافكار. واعتقد وجود تمثيل عالي في البرلمان من النساء سيكون لديهم كل واحده على مزيد من الافكار ومزيد من الدعم لتمرير هذه القوانين التي تعود بالنفع على المرأة المصرية بشكل عام، وتعود على تمكين عصر أكبر أو تعود بعصر أكبر للتمكين للمرأة. فكرة الاحترام، يعني دايما بنجد دلوقتي مثلا أن المرأة لها كيان مهم جدا في المجتمع، والدستور برضو يعني نص على عدد من البنود خاصة بالمرأة، القيادة السياسية تحترم المرأة وتقدرها، وتجدين أن على مستوى القيادة وعلى مستوى الوزراء والمناصب العليا في احترام للمرأة، ولكن تعالي بقى شوية تحت هتجدي أن في نوع من أنتم مش طلبتوا بالمساواة، تدخلي ما تلاقيش شباك خاص بالمرأة، حتى المرأة لو كانت كبيرة في السن لا يحق لها أن يعني تحترم كما ينبغي أن يكون. أنا بقى بطالبك وبطالب المجتمع، ويمكن الناس تزعل مني بس فعلا أنا شايفة أن ده مهم جدا، وأصبح أن آن الأوان أن احنا نطالب بعودة الاحترام للمرأة، ومن لا يقدر ويحترم المرأة لابد أن يعاقب. دي بقى إزاي هتعملوها؟ لا أنا شايفة أن والدتك لو موجودة في مكان لابد ان تعامل باحترام، وانت لو موجوده في مكان لابد ان تعاملي باحترام، ما تقفيش في طابور طويل عريض لمجرد ان احنا طلبنا بالمساواه، وده بيحصل صح؟ ما تقوليش انك ما بتعانيش منه. بصي انا ما عنديش جدال على ان حفاظ الانسانيه للشخص ايا كان ده من ارفع المستويات اللي احنا ينفع نتكلم فيها، ولكن خليني اقول لحضرتك ان الموضوع ده اكتر ما هو محتاج قانون يحفظ ده، محتاج وعي يحفظ ده. وده مفيش اكتر من المنبر اللي انا بكلم حضرتك من خلاله من منبرك الاعلامي الكريم، انك تكوني بتخاطبي الناس بهذا المستوى والحديث عن الانسانيه بهذا الكم من الاحترام هتلاقيه منعكس على المراه المصريه وعلى الرجل على السواء. فكره ان حضرتك بتتكلمي عن امي مثلا ووالده حضرتك، تكلمي عن كبار سن مفهوم تاني خالص، مش بس دورها كمراه، لا احترام الشعب واحترام الناس لفكره كبار السن ده مسألة وعي. أنا ما أقدرش أقول لحضرتك إزاي توقفي ده أو ده، لكن آلية النظام ودي اللي ممكن بقى نتكلم فيها، آلية النظام وضبط المعايير لوجود أماكن منظمة ومناسبة ملائمة لاستقبال سيدات مصريات بدون ما يكون مثلا الطابور ده داخل على الطابور ده والراجل ما لقاش واقف مكان هنا فيقف في مكان الستات عشان طابور أقل، كل دي اسمها آليات نظام، دي نقدر نتكلم فيها من خلال وضع تشريعات تضمن هذه النظام، من خلال كمان الكيانات والمؤسسات الموجودة اللي ممكن تطلع قرارات، والقرارات دي تكون داخلية. فسهل جدا يعني اللي أنا بقول لحضرتك إنك تطلعي قانون دي حاجة صعبة، لكن إنك تطلعي آليات تحفظ نظام في مكان ما أو مؤسسة ما ده أمر سهل ونقدر نعمله بسهولة، لكن إنك تأسسي مسألة إنسانية واحترام إنسانية للآخر ده مسألة وعي، ودي محتاجة مننا مجهود كبير جدا 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 وخاصة لفئة الشباب. أنا بشكرك شكرا جزيلا النائبة مرسى محروس عضو مجلس النواب، شرفتينا، وإن شاء الله على لقاءات لما تبقي بقى إن شاء الله داخل البرلمان ونشوف أدائك ونشاطك، وأنا واثقة إن إحنا هنشوف حاجة محترمة جدا ما شاء الله من طريقة كلامك وثقتك بنفسك. إن شاء الله. أنا اتشرفت بحضرتك جدا وسعيدة إن أنا كنت في منبركم المحترم.
بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله على لقاء قريب باذن الله. وطبعا يعني كلمه بقى كده، تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم المراه. هو بس مش دعم للمراه، انا بشكل شخصي بوجه تحيه لابي، مش بس رئيسي بس، لان هو حقيقي مش بس فكره دعمه للمراه، اللي هو سمح لكافة الشباب ان هم يكون ليهم امل صحيح. في غد مشرق، امل في تحقيق احلامهم من اجل دولة مصرية تستحق، ومن اجل مواطن مصري يستحق ان يعيش حياة كريمة. فكل التحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية لكل القادة الذين امنوا بقدرة الشباب على تحقيق احلامهم. نعم، تحية لمن امن وساند ودعم المرأة المصرية، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية لهذا الإنسان الذي أعطى لنا كل ما نريد أكثر مما ينبغي أن يكون. إن شاء الله بكرة نشاط جديد مع رانيا هاشم، إلى اللقاء.